اطلع السيد اللواء محمد الشعار وزير الداخلية يرافقه محافظ اللاذقية على حال جرح الجيش العربي السوري وقوات حفظ النظام في مشافي اللاذقية الذين أصيبوا خلال التصدي للعصابات الإرهابية المسلحة في كسب ومحيطها، واطلعوا على أوضاعهم الصحية وظروف إصابتهم ومستوى العناية والرعاية الطبية المقدمة لهم، مثنيا على بطولاتهم وشجاعتهم في مواجهة هذه العصابات والروح المعنوية العالية التي لمسها عندهم. الجرحى هم شهداء أحياء، لذلك يلقون كل الاهتمام منا، وهم من الأشخاص الذين يجب علينا أن نهتم فيهم قصارى ما يمكن الاهتمام فيه. فالجرحى هم هؤلاء كما قلت الشهداء الأحياء الذين قدموا ما استطاعوا وقدموا التضحيات، جرحوا وكانوا مرشحين لأن يكونوا شهداء، فأحياهم الله وأبقى عليهم وعادوا بنفس الروحية وبنفس الاندفاع بنفس النفس والشجاعة القوية التي يواجهون فيها هذا المشروع الإرهابي الذي يستهدف وطننا. فهؤلاء لهم منا كل تقدير كل احترام، لهم منا كل عناية وكل اهتمام. قمنا في محافظة اللاذقية بوضع كافة مقدرات المحافظة في خدمة ومساندة قواتنا المسلحة، واهتماما منا بأبطال قواتنا الباسلة وبالقوة الأمنية المتواجدة في تلك المنطقة التي تواجه العصابات الإرهابية المسلحة، قمنا بوضع كافة المشافي وسيارات الإسعاف بحالة جاهزية تامة، وبغية تقديم الإسعافات العاجلة لجرحانا جرح أبطال قواتنا الباسلة أحدثنا مشفى ميداني في زغريم، بالإضافة إلى تجهيز كامل مراكزنا الصحية وهي تعمل على مدار 24 ساعة. فنحن إن شاء الله رح نردهم ورح ندافع عن سوريا شبر شبر، من الحدود التركية شمالا، الحدود الجنوبية مع الأردن، الحدود الشرقية مع العراق، الحدود الغربية مع لبنان. كما التقى السيد وزير الداخلية مع القيادات الشرطية في المحافظة وكتيبة حفظ النظام، حيث أكد على أهمية دور قوى الأمن الداخلي التي هي شريك أساسي في مواجهة المؤامرة على سوريا وشعبها، بالإضافة إلى مهامها في حفظ النظام ومكافحة الجريمة وقمع المخالفات.